مسي بالخير على كل متابعين مجلة صور الكويت. اليوم برنامج تويتر شبابي كان يطل عليكم من مجمع البحر سنتر من حولي. تكلمنا بالبرنامج عن السمنة عند الشباب وكان موضوع جدا مشيق، خاصة كان معنا الدكتور فهد النجار واختصاص التغذية أحمد صالح، ما قصروا معنا. وإن شاء الله راح تتابعون تغطية برنامج تويتر شبابي على مجلة صور الكويت. يعطيكم العافية، أخذكم المذيعة عبير جابر.